طبعاً الأخطاء هي إهمال بدون قصد، أغلب الأخطاء. الحيوان الأليف لما يكون عندنا بالبيت كثير من العوائل تجيبه بهدف للأسف تسلية، وهذا شيء يعني غلط كبير. الحيوان أنا دائماً أقول أشبه ما يكون عندك كطفل، لازم عينك عليه على طول، لازم أنت تلاحظ حالته الصحية، هل هو عنده خمول، هل فقد شهيته، تتابع وانت بكرامة فضلاته، هل فيها تغيير، حاول أنك يعني عينك عليه أنه ما يبتلع شيء حاد، ما يبتلع أدوية، أشياء مفروض أنه ما يأكلها. ومن جانب آخر، في ناس كثير تهمل عملية التطعيم زي ما ذكرنا، هذا تعرض حيوانك لأمراض، حتى لو هو ما يخرج برا البيت أنت ممكن يعني تنقله المرض من خارج المنزل وأنت داخل تنقله أحد فيروسات من حيوانات من الخارج يعني. والشيء الثاني التعقيم، في حال أنك ما تعقم حيوانك، الحيوان يطلب تزاوج، هذه غريزة فيه، فيحاول دائما يهرب من البيت، فإذا هرب من البيت احتمال كبير أنه ما يرجع أو يتعرض لدهس لا سمح الله.